إذن بعد الاستماع إلى عبد الحليم حافظ نواصل المشوار. نذكر السادة المستمعين التحقوا بنا الآن عبر موجات إذاعة الحياة FM. ضيفنا هو عادل بشير وهو ممرض رئيس وناظر عام مساعد بمستشفى ابن الجزار وكذلك وحدة الأغالبة. إذن عودة من جديد إلى المدرسة مدرسة الصحة باش تواصل وتاخذ الشهادة متاعك الذي هذه الشهادة تهديها وهديتها إلى روحي والدتك الله يرحمها وينعمها. أمين. ننطلق إذن إلى الآن إلى العمل. ما معنى العمل؟ يعني مباشرتك لمهنتك كممرض في مستشفى ابن الجزار. ابن الجزار. حبيت ناس سيادتك قعدت مدة طويلة باش دخلت القسم الجزار. لا الجزار لا, لا. فكر الفترة هذيك كانت الانتدابات سهلة وكانت سريعة، اللي يتخرج منها يتم انتدابه على وجه السرعة من قبل الدولة. احنا تخرجنا في جويلية 84، خذينا دورة. قديش من واحد تقريبا تخرجت وذكرش أصحابك؟ والله السنة هذيك بالذات كانت كاتاستروف على مدرسة الصحة. على خاطر كانت كارثة على مدرسة الصحة، التلامذة النجباء لزيليت متاع المدرسة في السنة هذيك للأسف فيهم شكون منجحش وعاود العام، اللي هي كانت فما عندنا زميلة كانت خذت المنحة الرئاسية متاع بورقيبة الزمان هذاك في يوم العلم في مستير جايبة معدل 19 في وسط العام، ومع ذلك ما عودتش ما نجحتش. وعندنا زملاء اخرين كي نقولوا الاول والثاني نتاع المدرسه ما نجحوش في السنه هذيك الدوخ. خلينا احنا كزمان هذاك وقتها جايبين في وسط العام، انا شخصيا قلت لك تاثرت جايب 9 معدل في السنه في المعدل السمستري الاول. ثم من بعد كرمني ربي في الامتحان والحمد لله جابني ربي وتوفقت ونجحنا، خذينا الدبلوم من اول مره وتخرجنا في جويليا 84. ايوا دوره جويليا في اكتوبر، في اول اكتوبر تم انتدابنا، بعثونا اوراق على العناوين نتاعنا، التحق بمستشفى ابن الجزار، التحقنا. كان فهمتني ولا توزيعي اول نهار من نهار الاول في قسم الاستعجالي، انا تم انتدابي يوم 30 اكتوبر 1984. ايوه انتدبوني في كممرض مستشفى ابن الجزار، دخلت نخدم تم توجيه القسم الاستعجالي اللي هو توا اللي كان قبل كان العيادات الخارجية متاع الصحة النفسية، توا كان ذاك القسم الاستعجالي، كانت فيه زادة أقطاب متاع ممرضين سابقين فيهم شكون توفى الله يرحمه، نخص بالذكر والله يرحمهم سي الحبيب بن سلامة، سي محمد خلف، مازال عنا باي سيد بن إبراهيم الله يطول في أنفاسه، وخويا حسن الذويبي، فما برشا ناس اللي المودي خشانة، فما برشا سالم المحفوظي، سي عبد الكريم البرهومي، هذوما ناس خدمنا معاهم نحن صغار وهما أكبر منا في العمر وتعلمنا عليهم. كي نقول تعلمنا زدنا اللي قرينا نحنا وتعلمنا عليهم الخدمة الخبرة خذيناهم بعض وزدنا نحنا كل إنسان من ناحيته زاد أش عنده. دخلنا دفعة كبيرة كزمان ذاك اللي تخرجنا من الكل، دخلنا برسك المستشفى ابن الجزار، وفما شوية اللي يمشي اللي يطلب الناحية متاعه من ناحية الريف ومن ناحية ماليه، ثم داخل القسم وقع توزيعهم المختلف الأقسام، اللي مشى القسم العمليات، اللي مشى القسم العناية المركزة الإنعاش كزمان، اللي مشى للطب العام، اللي مشى. أنا وقت اللي دخلت القسم الاستعجالي كان كزمان رئيس القسم الدكتور محمد الورتاني ربي يطول في عمره وربي يمد في أنفاسه، كان هو عرفنا، كان هو الشيف سيرفيس متاعنا ونتاع قسم الطب العام كزمان سيرفيس ميديسين نقوله. خدمت في الارجانس هذاك في قسم الاستعجالي انا وزملائي بما فيهم الكبار واندادي زملاء اصحابي، نذكر على سبيل المثال سي عبد الطيف المامني زميلي فهمتني، هما ذوما ناس لقين انا عبد الطيف لقيته قبلي بعام ولا بعامين في الخدمه فهمني، اللي قبلك يعلمك الخدمه ونحن اللي بعدنا وريناهم الخدمه، زاده فيهم شكون قبل شكون ما قبلش. عام خدمت طوال حتى المارس 89 في القسم الاستعجالي. قديش من عام؟ قديش من عام تقريبا؟ 85 86 87 88 4 سنين وتريف. أربع سنوات. خمس سنوات. من بعد التحقت بالعمل في المملكة العربية السعودية في نطاق التعاون الفني بين تونس والمملكة العربية السعودية، مشيت عن طريق الوكالة التونسية مكتب التوظيف السعودي، مشيت أنا وزوجتي. أيوة. مش نحب نقول زوجتك هي ممرضة. زوجتي ممرضة. أيوة. ومش نقول اللي أنا وزوجتي الله يذكرها بالخير كنت أنا وياها قرينا بالصدفة في التعليم الابتدائي الكل قرينا مع بعضنا. أيوة. ثم تفرقنا، مشيت هي المعد ابن رشيق كان قبل لي سيد جنفي اسمه
كان يقرأ فيه كان ابن يطبرك ابن رشيق. ابن رشيق. وأنا مشيت للواحد وبالصدفة التقينا في نفس العام في معهد مدرسة علوم التمريض، هي مدرسة المهنية للصحة العمومية، قرينا مع بعضنا وكتب المكتوب أنها تكون من نصيبي مرتي، وانجبت منها ثلاثة بنيات وولايد، ثلاثة بناتي ولله الحمد متزوجين توا يخدموا ثلاثة في التعليم ومتخرجين في جامعيات ولله الحمد، عرفت كيفاش نقوم برسالتي أنا ومرتي، وقمنا بالرسالة على أكمل وجه، وصلناهم لبلايصتهم وربي هنيهم وربي يسعدهم، وأنجبوا لي الأحفاد اللي أصبحت جدا. نعم أني توا جد الأربعة أحفاد والخامس ربي يوصل بالسالم في ثنية به. إذن حللت، إذن حطيت الرحال في المملكة العربية السعودية في إطار التعاون الفني 2 مارس 1989 الموافق ل 2 رجب، دخلت للمملكة السعودية 2 رجب 1409. بارك الله عليك، هبطت في جدة، تاريخ بالضبط، هبطت في جدة نلقى قدامي في المطار، وبالمناسبة نحب نزيد نحييه ونذكر له قد ما نشكر وقد ما نفيش باللي عملوا معايا، هو أستاذي وسيدي وخويا الكبير صلاح الجنان، صلاح الدين بن محمد الجنان، هو سبقني في الخليج رغم اللي قرانا العام الأول في المدرسة والعام وشوية في العام الثاني لقيته سبقني، وخدم في جدة هو وزوجته المرحومة الله يرحمها حليمة جنان اللي هي قابلة وما زالت كي توفيت الله يرحمها، لقيته محضر لي ملف كامل كيفاش نتصرف في السعودية وكيفاش نمشي وكيفاش نجي وكيفاش نكتب المطلب كيفاش ندور على اليمين. عطاك خارطة الطريق، عطاني كل شيء بما ما راني ما حرت في شيء، والفضل يرجع لله وليله هو، لأني هو في جدة وأنا تم العمل متاعي في الطائف كزمان في مدينة الطائف الجميل، من أحسن مدن، من أحسن المدن ما نقولش في المملكة برك في العالم الكل، أني عشت فيها 6 سنوات. هي مدينة الملوك يسكنوا فيها مصيف الملوك والأمراء، مدينة الطائف الجميل وطقسها جميل جدا، غادي من جميل في الأربعة كما تونس، طقسها كما تونس، الأربعة فصول تراهم في نهار واحد، الأربعة فصول اللي هما معناها احنا نراو الصيف والخريف والشتاء والربيع، لا يا سيدي في الطائف يوميا ترى الأربعة فصول، والطائف جميل فيه كل شيء بالحق، هذاك طائف مصيف الملوك، فما منطقتين الشفاء والهداء. لأنه أنا العميل اللنين اللي تم انتداب معناها التعاقد معايا أنا وزوجتي، خدمنا في قرية تبعد على الطائف 100 كيلومتر اسمها ميسان بني الحارث، فيها مستشفى كبير باش نمثله مثلا في الكبر متاعه أكبر من وحدة لغالبة، هو مستشفى في قرية صغيرة، أكبر عملية يعملها ومش الكل زاد اللي هي عملية الزايدة، وفيه من كبار الأطباء ومن كبار الإطارات الطبية والشبه الطبية المتعاقدين معهم، ونلقى نخبة كبيرة من التوانسة يخدموا في المستشفى هذيك، ونخص بالذكر وعملوا معنا المليح واستقبلونا أحسن استقبال في الطائف من الأول الساعة، استقبلنا خويا نجيب الماجري المعروف بنجيب كوراج، استقبلنا وهزنا لدار وفرح بينا، نحن مجموعة من المنتدبين أنا وجماعة وزميلي سفاقسي هو ومرته وزميلي من تونس هو ومرته، استقبلنا ولا ضجر ولا ضجر وفرح بينا، وما كتعرف أنت إنسان ماشي الغربة أول مرة ولقى ولد بلاده نجيب الماجري ما يعرف معروف بنجيب كوراج، نحب نحييه بالمناسبة بهذه. ثم انتقلنا لمدينة الطائف، المدينة ميسان بني الحارث، عديت فيها 4 سنوات، استقبلنا فيها زميل من مدين، زميل شبه ممرض اسمه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم عمر القاسمي، ثم ضياء الفريقي، ثم وفما أذى زميلنا عبد الله هلالي من مدينة مدنين من الجنوب، ينعم تونسي أصيل هو ومرته مدام حياة الله يذكرها، وعنده زويز وليدات، سخرونا دارهم كاملة لمدة ما يفوق على 40 يوم، ونحن بشرنا العمل في المستشفى والروح والدار، ما لقيناش كراهية، هي قرية صغيرة وفيها بعض مساكن حتى على سبيل المزحة، وراونا دار باش نقلبوا فيها مالي القرية اللي هي كانت حبسك زمان في القرية ذيك. القرية ذي أكبر مؤسسة فيها هي المحكمة الشرعية والبريد والمرور فقط، هذوما البريد والمرور والمحكمة الشرعية، ثلاثة مؤسسات عمومية والمحلات وجامع كبير وفقط، وهيئة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقط، والمستشفى، بقيتها هي قرية باردة في الشتاء كي ظال ما عندكش سخان متاع ماء ما تنجمش تحل شيشمة، الماء متوفر الضوء بالكهرباء يحل 4 متاع الصباح في القرية هذه، يسكر 9 يحلوه 4 متاع العشية لصلاة العصر، يسكر قبل 5 ويحلوه في الليل،
وفما حاجه اسمها دخوليه، دخل خيط نتاع ضوء بلا غير لا مونغيل لا شيء، زاد تخلص ما تخلصش، تشعل ما تشعلش، تخلص 200 ريال كل شهر. توافقنا في منزل مسكن جديد هكا باش حتى مرتي من الاول تقلقت من السكنه والقريه وكذا، لان بعد تعودت على المكان هذاك. وخدمنا في المستشفى هذه، بالمناسبه نحيي اهالي ميسان بني الحارث اللي هما الكل من اهل الحرف الحارثي الكل، نحييهم على طيبه اخلاقهم ونحييهم على فتره اللي عديتها معاهم انا ومرتي. ثم انتقلنا لمدينه الطائف، داخل مدينه الطائف كانوا فيها فهمتني ولا عندنا مسؤول كبير في إدارة المراكز الصحية في مدينة الطائف، مدير المستوصفات بلغتنا نحن، عنده 3 توانسة يخدموا معاه في المستوصف، هما برشة توانسة وبسم الله ما شاء الله راي حنكتهم وخبرتهم وحرفيتهم سبقت معناها بالحق مثلوا هذوك سفراء تونس في الطائف. أيوة. نسمي مش ما نسميش على ذكر على سبيل الذكر خويا محمد العلاني، سي نجيب الماجري اللي هو نجيب كوراج، الصادق الهمادي، لطفي الهمادي الله يرحمه، وبرشا اسماء فهمتني. بعد انا التحقت بهم في الطائف، وتنجم تقول للطائف المدير المراكز هذه قسمها على 4 من الناس اللي هو العبد لله ولطفي الهمادي والصادق الهمادي وعمر الرحماني والناصر المرواني. الناصر المرواني كل واحد كذا جزء من مدينة الطائف، بعض المستوصفات لاهي بيهم زملائي اللي ذكرتهم اللي يخدموا في المستشفيات كما محمد العلاني وكما في مستشفى الصحة النفسية، وكانوا بالحق كفاءة وخبرة يشهد لهم بها القاسي والداني. زملائي ذوما احنا خدمنا في مدينة الطائف. وقت اللي في وقت من الأوقات مدير المراكز قال لي تعرف اللي أنا ذكرتك بالاسم واخترتك باش تجي من إدارة المستشفيات لإدارة المراكز خاطرك لا تقل أهمية وكفاءة على زملائك اللي عندي. وخدمنا في مدينة الطائف وقمنا بالواجب ونورنا ورينا وجه تونس بالحق. فما للأسف بعض خيان نحن نقولوا نحن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لأنه اللي ذكرتهم لك هذوما قمة في التربية، قمة في الأخلاق، قمة في التعامل مع خاصة نحن غرباء في بلاد الناس. ومن تونس مثلنا تونس أحسن تمثيل، ولله المنة والفضل، وكيرا وحنا خلينا بصمة طيبة وخلينا فكرة طيبة إلى يومنا هذا. أنا عندي زملاء في الفيسبوك وعندي أرقام تليفونات متاع ناس أنا اللي كريت عنده وقت اللي سكنت في الطائف، كي جيت خارج قال لي مسموح لك في الماء والكراء والضوء برا، لو كان تقعد تسكن عندي برك. من كثر ما الإنسان الحمد لله عايش سمعة طيبة متاع التوانسة الكل. سي عادل توا 5 سنوات والحمد لله كانت ناجحه في السعوديه. في السعوديه نعم. اذا عدت الى تونس، رجعت لابن جزار، روحت نهيت عقدي بارادتي انا وروحت لتونس. عندك التزامات عائليه، عندك صغيرات، خاطر مرتي وصغاري على فكره انا نزادوا لي 2 بنات في السعوديه، تولدوا لي 2 بنات عام 90 وعام 93. من 2 بنات سعوديات؟ ما نقولش هما، حتى كي نقول لهم سعوديات يقولوا لي لا رانا توانسه. بناتي هذوما بحكم الظروف العمل تولدوا لي غادي، فهمتني؟ الاولى تولدت في تونس عام 86، الثاني والثالثه تولدوا في السعوديه، وكيرا واحد عام 96. عام 99 كرمني ربي باش نزيدني وليد اللي هو محمد عزيز بشير ولدي، شيف مطبخ، تخرج في الوحيد اللي تخرج في الصنعة. نعم. بناتي كل جامعيات وقريوا في التعليم. إذا أحكينا على الفترة اللي نتاع عودتك من السعودية في مستشفى ابن جزار وحدة الأغالبة. كي روحت لتونس تم إعادة انتدابي بحكم القانون يسمح بذلك، ترجع لنفس المكان ونفس المستشفى اللي أنت غادرت منه. رجعت المستشفى ابن الجزار في 96 وبشرت خدمتي في قسم الاستعجالي اللي هو توا حاليا قسم الاستعجالي مقابل الفسقية. أيوة. هذاك هو القيتو أنا في السعودية حولوا القسم. رجعت نخدم على رويحتي غادي كينا عادي، نخدم في الفترة المسائية بحكم اللي عندي التزامات عائلية، ومرتي تخدم في الصباح لاهي ببناتي. نقول حاجة إلى يومنا هذا أنا ما دخلت النشي حتى معينة منزلية وحتى بون لداري، لا تلهيت لا بصغاري لا ببناتي. كنت نسكن في حي سكني شعبي في طريق حافوز، أنا اللي لاهي بصغاري، أنا ومرتي، أنا اللي نعمل الكوش، أنا اللي مبدل، أنا اللي نكبروا اللي نعرسوا، أنا لاهي بهم وربي يهنيهم. خدمت حتى التاريخ في مستشفى ابن الجزار، التاريخ 3 نوفمبر 97. ايوا اني على ظهر الخدمه، وجاء معاون وجاء مسؤول من الاداره عيط لي انا وزميلي الله يرحمه عثمان بوخريس، قال تو في اللحظه ذي تمشيو تحلوا باب لغالبه. مزال كيف تفتح؟ مزال كيف تفتح؟ نحن في بيننا مزال.
خاطر فما بعض خلفيات قبل نحلوا ما نحلوش قالوا لا استقر الرأي عن مسؤولين والسلطات الجهوية انه يتحل. وقتاش يتحل؟ حليت انا لا غالبة 3 نوفمبر 1997 الفترة المسائية، انا وزميلي الله يرحمه عثمان بوقريس، انا وزميلي طاولة وكرسي وسجل والمواطنين جي. من بعد خلط علينا طبيب، ثم خلط علينا طبيب الثاني نسميهم اللي هو سي محمد رويس وسي سامي زهر، ومعاهم من بعد سي طيب التركي. محمد رويس هو كان المدير الجهوي اللي شد على فترتين مثل مدير جهوي في الصحة في القروان. هذاك كان يخدم طبيب في، كان قبل في الحاجب ثم حول للقروان ثم حول للغالبة. وقع افتتاح وحدة الأغالبة في 3 نوفمبر 1997، وجاءوا بقية الزملاء وبشروا العمل متاعهم، وليت فما فترة صباحية ومسائية والفترتين متاع الليل. الداخل الأقسام مازالوا ما تحلوش، بعد تحل آخر قسم تحل في وحدة الأغالبة هو قسم المسالك البولي، خاطر من الأول تحلت الجراحة العامة وقسم العظم، ومن بعد حلوا العينين وحلوا قسم الأنف والأذن والحنجرة، وبدأت والمخبر بحكم اللي لازم وفيه شوية يونيتي متاع بانك ديسون. معناها كي تحلت الأغالبة أنا وقتها ممرض في قسم الاستعجالي. إيوة. لغاية 17 ديسمبر 1999 أني قاعد نخدم على رويحتي، مدوا لي نوت قالوا لي تمشي لقسم المسالك البولي. قلت صلى الله وبارك، خذيت له ريقتي ومشيت نخدم على رويحتي. 17 ديسمبر في الفترة الليلية في الاستعجالي، 19 ديسمبر الفترة الليلية في قسم المسالك البولية، كان الناظر متاعه الله يذكره بالخير سي رشيد الغربي هو ناظر القسم. بعد تنسيق معاه قال لي راك باش تخدم في الفترة الليلية في الليلة هذيك. لقيت روحي في نفس الجارد متاعي، بشرت العمل مع زميلتي الله يذكرها بالخير نسميها مدام هالة الصحراوي، لقيتها سبقتني ثم ولو انها كانت معايا في قسم الاستعجالي، ولقيت زميلي عبد الطيف الميمني ولقيت الزملاء سابقيني ثميكينا. خدمت على رويحتي من 19 ديسمبر 99 لغاية ماي 2011 وانا في قسم المسالك البولية الفترة الليلية. إيوة. في التاريخ متاع ماي 2011 ما نقولش هي رغبتي، ما نقولش النقابة حبت تستلم معناها تدخلني معاها، المكتب النظارة العامة حب يجيبني، لقيت روحي تحولت ناظر عام مساعد في مكتب النظارة العامة بوحدة الأغالبة ماي 2011. من وقت ذاك حتى مارس 2023 وانا في النظارة العامة. 2018 حولت المستشفى ابن الجزار في النظارة العامة، زاد كنت في النظارة العامة متاع الغالبة. عديت من ماي 2011 حتى لجوان 2018 في النظارة العامة متاع الغالبة. نقول اللي انا راضي على روحي في عملي وفي واجبي، قمت بواجبي وأديت رسالتي سواء تجاه المريض أولا بدرجة أولى المريض، يعنيني بدرجة أولى قبل كي نقول لك قبل مصلحتي الخاصة وربي يشهد عليا في ذلك، ثم الزملاء متاعي وأهل المريض المرافقين متاعه والإدارة والمؤسسة. من بعد تجي مصلحتي الشخصية، صدقني كي نقول لك عندي ما يثبت اللي مصلحتي الشخصيه جات في اخر مرتبه في 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 كل ما. وهذا ما هو دور الممرض ودور الطبيب الممرض، اعتقادي هكا راسخ في اعتقاداتي. نعم. الامور هذه هي العمل الانساني خاصه على المرضى، تبارك الله يبارك لك ربي في المريض. نعم. قد ما تعمل معاه صدقوني، ورساله نوجهها لزملائي في الصحه العموميه وفي اي قطاع يخدم في الصحه، راك المريض كالجامع، قد ما تخدمه بحقيقة وقد ما تتعامل معاه وتحمل منه. المريض راهو مريض، راهو ماليه جابوه أمنوه عندك، راهو جابوه أودعوا روحه وجسده عندك أنت. دونك قد ما تقدر تعمل الباهي واللازم راك تطلع أنت رابح في الأخر، تطلع أنت رابح. ربي يبارك لك في صحتك، ربي يبارك لك في صغيراتك، ربي يبارك لك في كل شيء، في أملاكك. واختارنا من أنت الأجر متاع الدولة، ما تقوليش نخدم على قد فلوسهم، لا لا لا، فلوسهم هذيك حاجة أخرى، ونيل الأجر في المريض راه حاجة ثانية بالتجربة. في ختام هذه الحلقة من برنامج لمسة وفاء، فماشي نصائح يحب تقدمها خاصة ممرضين جدد؟ فماشي حاجات تحب توصلها، رسالة توصلها خاصة كما قلت الإطار شبه الطبي؟ تفضل. الإنسان نقول يتقي الله في نفسه قبل كل شيء، وخاصة في المريض. نحب نوجه لزملائي في أعوان الصحة اللي مازالوا يخدموا، ما فيها باس كي تسألوا القديم، وتمشني أنا شخصيا، أنا إلى يومنا هذا ومازلت الغدوة نتعلم، راني رغم اللي خرجت تقاعد ومازلت نحب نتعلم في أي ميدان، وخاصة في علوم التمريض. راه علوم التمريض
خذها ما تاخذهاش كمهنه، خذها كصنعه تربح منها الاجر وتربح منها الثواب، وراك قد ما تعمل خير تربحه. ونحب نوصي زملائي وزميلاتي خاصه، وسع بالك مع المريض، قد ما توسع بالك مع المريض تربح. سي عادل سعدت جدا باستضافتك، ما شاء الله يعني تاريخ كبير كبير برشا في المجال المهني نتاعك، وثم ايضا حدثنا نبذه كبيره، ايضا نبذه تاريخيه عن حومه الجامع. نعم. واعطيتنا تقريبا كل الجزئيات، سواء كانت على مستوى الدكاكين، على مستوى ايضا العباد اللي كنت تعرفهم. وتحيه ليك اذا في هذه الحلقه، كما اشكر ايضا زميلنا أحمد المخلوفي على مستوى المستوى التقني وكذلك الرقمي، سيد أحمد، وهو كذلك يقولوا سيد أحمد. وكذلك الشكر، شكر خاص أيضا للسيد المدير العام سي محمد ليوان. نعم، سي محمد ليوان اللي ساعدنا، رجل القيروان. نعم. يقولوا سي محمد ليوان بالحق، والله مش رمي ورود، أنا تعاملت معاه وجربت واني على ظهر الخدمة ملي في الغالبة من قبل تكوين الإذاعة ومن قبل، فهمت سي محمد الرجل المناسب بالحق في المكان المناسب، كان ديما يمد يد المساعدة وديما خدوم، وخاصة مع ضعاف الحال. شكرا لسي محمد، وشكرا لك أنت أيضا. مرحبا. وشي في الختام تحب تسمع الغنية؟ شنية الغنية؟ قلت تونسي تقريب، صدق ثريا ولا صدق ثريا؟ زوز حمامات. زوز حمامات، إذا نستمع إلى زوز حمامات. شكرا لإذاعة الحياة والقائمين عليها من ومنسوبها. إذا هكذا سيداتي وساتي تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي لمسة وفاة. في النهاية أقول لكم شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة. إلى اللقاء.